وإلى الأخبار المحلية، حيث أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف عن طاقم تحكيم من ليبيا بقيادة عصام الجنيني حكم ساحة لإدارة مباراة العودة التي تجمع فريق مصر المقصة وجنريشن فورت السنغالي، والتي ستقام يوم 21 من فبراير الجاري في الدوري التمهيدي لدوري الأبطال الإفريقية. ويعاون الحكم كل من خالد أبو الخير مساعد أول، وصلاح الشوجي مساعد ثاني، وعبد الواحد هداوري حكم رابع، وطاقم جميعه من ليبيا، بينما المراقب محمد نور الدين من غانا. يسعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب للوصول إلى اتفاق لخوض وديتين في شهر مارس المقبل. وطلب غريب من مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة الاتفاق على وديتين من أجل الاستعداد لبطولة الأمم الإفريقية 2019، والتي ستقام في مصر وتؤهل إلى أولمبياد طوكيو. قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة مصر المقصة أمام سموحة ضمن الأسبوع 25 لأجل غير مسمى، وذلك لمشاركة المقصة في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا. كما قررت تأجيل مباراة المصري أمام الاتحاد في نفس الأسبوع لأجل غير مسمى، وذلك لمشاركة المصري في الدوري التمهيدي لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي.